İşgalci İsrail'den büyük provokasyon. Mescid-i Aksa'mız işgalci İsrail güçleri eşliğinde Yahudi yerleşimcilerin baskınına uğruyor. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani bu büyük tehlike karşısında Kudüslüleri Aksa'ya davet etti. Yani el-Bariha kan hunaka ve aydan el-yevm iktihamat kebira min el-mutatarrifin. البارحة كان هناك تجاوز أو في اقتحامات المتطرفين في أن قامت الشرطة الإسرائيلية بترك هؤلاء المتطرفين أن يجولوا بدون حراسة من قبل شرطة الاحتلال وأيضا قامت بملاحقة من يقوم بمتابعتهم من حراس المسجد الأقصى وحاولت اعتقال يعني حراس المسجد الأقصى أن يقوم بواجبهم من متابعة هؤلاء ومنعهم من أداء صلوات في داخل المسجد الأقصى المبارك. لذلك قامت يعني حراس المسجد الأقصى ومديرية المسجد الأقصى وأيضا مسؤولي الأوقاف بالوقوف لهؤلاء لمنعهم من انتهاكاتهم في حق المسجد الأقصى المبارك. ما قام به أيضا إحدى المتطرفات بأن بال طفلها في الجهة الشرقية في جهة الحرش من المسجد الأقصى المبارك. يعني هذا تدنيس واستفزاز واضح يريد الاحتلال أن يستفز به مشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة. لذلك نحن نستنكر كل هذه ما يقوم به هؤلاء وتغض أيضا شرطة الاحتلال الطرف عن هؤلاء وتحمي هؤلاء باقتحاماتهم ونقول أيضا يعني دور أهل بيت المقدس وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد في المسجد الأقصى في كل وقت وفي كل حين من أجل الرباط في المسجد الأقصى ومن أجل إرسال رسالة للعالم أجمع أن المسجد الأقصى بكل مساحته 144 دنم بكل مصلياته هو مسجد خالص للمسلمين وللمسلمين وحدهم بإذن الله سبحانه وتعالى.